TWNFM 91.2. فيلم ديف. اعطيني النمر بيطر يا رحمبوك. وين تحب نشوف لك؟ بدنا نعرسوا حلق الويت كيف ماشي تاع حماده وديك. انا عندي كرهبه ديسبوي معناها فهمت شفت في اي بلاصه في تونس. موتوريتي يعني. اي هي اعطيني اي بلاصه. وش ديال كالي عندك يعني؟ عندي ولدي قد مقرد. ولا كل قرد. ولد بحقه. ولا ما عادش يركح ديما في السقف. بربي. والله حتى كي راجع في السقف. سبحان الله. ولد قرد. عندنا جيران عندهم قرد فهمني والقرد هذا ياكل كل البانين ولدي جن وجنون البانين يتعاركوا مع بعضهم لين قدم ولدي في كرومته قدموا في العرق تاع النخاع الشوكي تحس ولدي تحول لا حول الله يا رب سبحان الله انا باخذ ديجا النمر من العروس وين قلت لي حق الولاد حتى امه ماشي صارت فيها ولا يبدل توقع تدريجيا ينسى في الكلام نتاعنا ويتعلم في لغه هموما يصدقني انا قاعد نرى في ولدي حتى مشعر قاعد تبدل فهمت ولا عنده برشا شعر في جسمه ولا عطوله المشعر بربي يلا صار عنده برشا اللي عضه هو يا ودي عنده 3 شهور صدقني قلت لك نرى في ولدي كل يوم يتحول هاي سيدي تعرف ولدي داخل مدرسة ولامسين نبكي انا نبكي غزر المعلم هاي قال له اجى لهنا يا الولي اجى يسخيل ولدي ولي على ما ولدي عمل شلاغم ولحية عمره 6 سنين سبحان الله فهمتك تعرف أول مسين يلعب مع طفلة عمري ما سمعت يلعب 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 مع صاحبته يسخيلوه معناها يبزنس فيهم ولدي عمره 6 سنين تصور معناها كبر قبل وقته بالقدمة ذي وجيرين التوا يحكيوا لي على حقوق الحيوان نعم وجيرين ايش فيهم يحكيوا لي على حقوق الحيوان نبكي راني نبكي ونسيح نندب على قدي تعرف كان كيلو بنان يكفيه جمعه الجمعه الاولانيه نتاع التحول نتاعو كيلو بنان يكفيه جمعه تو ولا يا سيدي في النهار لازمو 10 عراجن بنان انا حاسب باش تحول الغوريلا والله ما غريبه والله كيف ما نقول والله ان شاء الله بيس برمسيوكا ان شاء الله بيس وين لاباس بالنبي وين لاباس امه أو لمسين هزها من كرمتها ويتشعبط بها في الثريا الحقت عليها بالسيف شويه ويقتلها كامسيو ان شاء الله بيس وكامل. صدقني ولا سيدي انا راه معلم سبور قال لي تريني في ودك جمبازا قلت علاش قال اعطاني كف الساعه برولاته ان شاء الله بيس وكامل. يعيش خويا ربي يعيش خويا والله حسيتك حسيتني يعيش خويا والله ضغط ما كنت منقول ما حتى انا منقول معناتها ما عندي منقول انا قلت لك كنا قفازه جديده فهمتك ان شاء الله ما يقدرناش احنا برا قلت لك نقدرنا احنا واحد نقدموا العباد احنا نقدمنا ونقدموا العباد تحول هذه الشرطومة في تونس معناها سيء علينا والوزارة مش حابة تغزر لي شو ربي يفرج علي عايش خويا ربي عايش فيلم ديف